والليلة عندنا كلمة مهمة جدا وهي ديستي 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 وتصنيف الكلمة اسم ومعنى الكلمة هو الحرية ومصدرها هو النوبية القديمة وصيغة الجمع هي ديستي ديستي وتعني الحريات وناخذ أمثلة لكلمات مرتبطة أو مشتقة من نفس الكلمة الشخص الحر ديسا 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 يحرر شخص واحد ديسكر 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 يحرر مجموعة من الناس ديسكتش 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 ونواصل في عرض المفردات اللي لها ارتباط في المعنى بنفس المفردة يتحرر من ذاته أو يفك غيده فيوين 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 الشخص المتحرر أو مطلق الغيود فيور 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 تحرر فيورتي 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 وعندنا تاني برضو مجموعة من المفردات مرتبطة في المعنى بنفس الكلمة الشخص المسترق جشم 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 يسترق شخص واحد جشمكر 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 يسترق مجموعة من الناس جشمكتشي 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 الاسترقاق أو العبودية جشمكي جشمكي المسترقين جشمري 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 تجارة الرقيق جشمريم جانكي جشمرين جانكي جشمرين جانكي وفي أمثلة اليوم أعددنا أمثلة من مغولات لمشاهير في العالم يتحدثون عن مفردة اليوم وهي الحرية ونبدأ بأول نماذج الأمثلة وهي للمفردة في حالة الفاعلية ونبدأ أمثلتنا بأول مقولة للمفكر الأمريكي بنجامين فرانكلين الذي قال حيث تكون الحرية يكون الوطن دستي اگر ويل داركني تلغو نركي داري دستي اگر ويل داركني تلغو نركي داري دستي اگر ويل داركني تلغو نركي داري والمثال الثاني مقولة للمفكر والشاعر العربي مصطفى المنفلوطي الذي قال الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس دستي مشاويل أيما الليل لم أكفين دكي دستي مشاويل أيما الليل لم أكفين دكي دستي مشاويل أيما الليل لم أكفين دكي وفي مثال آخر في حالة الفاعلية قال المفكر مونتسيكو تنتهي حريتك في المكان الذي تبدأ فيه حرية الآخرين دستي إني مورمنجي من نغرى إتشيكون دستي فأوغين دستي إني مورمنجي من نغرى
چیکون دستی فوگه دستی اینی مرا منجی من نگر را چیکون دستی فوگه والمثال الأخير في حالة الفاعلية للمفكر والكاتب فيكتور هيغو الذي يقول الحرية بالحقيقة هي الحياة ولكن لا وجود لحرية بدون فضيلة دستي أليلوك أنجلي إلابيت ترمسين في الكنين دامونا دستي أليلوك أنجلي إلابيت ترمسين في الكنين دامونا دستي أليلوك أنجلي إلى بيت ترمسين في الكنين دامونا وهذه نماذج أخرى للمفردة في حالة المفعولية نبدأها بأول مثال مقولة للمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا الذي قال المسترقين يطلبون الحرية والأحرار يصنعونها جشمري دستيغا فرقنا دساقوي داقون تكا كاينا جشمري دستيغا فرقنا دساقوي داقون تكا كاينا جشمري دستيغا فرقنا دساقو ويدقون تكا كاينا ومثال آخر للمفردة في حالة المفعولية مقولة حكمة نوبية تقول من يدرك حقيقة الحرية يعطي كل الكنوز الثمينة من أجلها من ألين دستيغر بيكاني نبملك تنينكر مدو فتنج من ألين دستيغر بكني نبملك تنينكر مدو فتنج من ألين دستيغر بكني نبملك تنينكر مدو فتنج ونستعرض آخر أمثلة للمفردة في حالة الملكية ونبدأ بالمثال الأول للمفكر ميشيل لينتس الذي قال أن العقل روح الحرية أني دستين شورتلي أني دستين شورتلي أني دستين شورتلي وآخر مثال اليوم لكلمتنا في حالة الملكية مقولة قديمة بتقول شمس الحرية أسطع من كل الشموس دستين مشى مشى مليلك في التفية دستي مشى مشى مليلك في التفية دستي مشى مشى مليلك في التفية